نتابع حلقتنا بمناسبة عيد الميلاد المجيد. نظم قسم أمراض الدم والأورام ووحدة علم النفس نشاط موسيقي بمستشفى سيدة المعونات الجامعي بجبيل مع جوقة معهد القديسة رفقة بقيادة الأخت مرانا سعد. بالإضافة إلى الترانيم الميلادية تخلل هالنشاط شهادات حية لأشخاص عانوا من المرض وقدروا يتخطوا معاناتهم ووصلوا إلى الشفاء. تفاصيل أكثر عن هالنشاط منتبعها بهالتقرير. لعيد الميلاد المجيد معاني ورموز كتيرة، ولعل أسمى المعاني تخفيف وجع المرض وخاصة مرض السرطان. لهيك قررت مستشفى المعونات الجامعة بجبيل تعيد عطريقتها تحت عنوان الولادة من جديد، شهادات حية من ناس عانوا من مرض السرطان، مرقوا بأبشع مراحله لكن قدروا وبفضل إصرارهم يوصلوا للشفاء، فحضروا هالاحتفال حتى يعطوا الدعم المعنوي لكل مرضى السرطان ويعيدوا معهم عيد الميلاد بإيجابية عأمل يزرعوا أمل الولادة من جديد بقلوبهم. جينا هون على الإيفنت لمشان أعطي عبرة للعالم اللي عم يقطعوا بالكانسر، كنت أنا كنت مريضة قبل وصحيت، وبحب أقول لكل شخص إنه الله أعطانا فرصة كرمال نقدر نحن نصح، والكانسر منه مرض بيقتل، كل شخص فيه هو يقدر يكون أقوى منه ويتغلب عليه. بهالمناسبة كمان لأنه مناسبة ولادة المسيح يعني الولادة من جديد، فإذا نحن قادرين نتغلب على مرضنا ونرجع نولد من جديد. عن جد الحياة كتير حلوة كتير حلوة، وحتى انتو بتكونوا بالتجارب بتتعلموا شي حلو وشي ايجابي، بتشوفوا الدنيا بغير منظار، بتشوفوا الاشياء المهمة اكتر ما بتعلقوا على الاشياء المنا مهمة بهالدنيا. كل الناس بتفزع بتقول يا حرام هذا نصاب بهديك المرض. بالنسبة لي هذا المرض كان تجربة كتير صعبة أول لحظات، بعد يمكن نص ساعة أو ساعة تخطيت كل هالأزمة ورجعت قلعت عن جديد. الولادة من جديد ريسيتال ميلادي أحيته جوقة معهد القديسة رفقة بقيادة الأخت مرانا سعد بمستشفى المعونات الجامعي بمناسبة عيد الميلاد المجيد بحضور عدد كبير من الشخصيات الدينية الاجتماعية والإعلامية. معنى الميلاد بنكهة مختلفة رح تعكس مش بس جوهر الولادة المجيد، إنما عمق وقيمة الحياة الإنسانية خلال مشوار على هالأرض. اليوم اللي عم يجمعنا هو أشخاص عانوا من المرض، أشخاص عانوا من الألم قطع عليهم كتير، تخطوا هيدي المرحلة وأكيد بقوة الله وصلوا للشفاء. تعرفي رح انطلق من تعليم أو وعظة قال البابا من يومين بالفاتيكان، بيقول إنه طرق العيد عيش عيد الميلاد هي ثلاثة: الامتنان والشكر، الفرح، وبنفس الوقت الصلاة. فنحن هون شكر وامتنان لربنا على كل العطايا، هون نزرع فرح وبنفس الوقت عم نصلي. السنة فرحتنا كبيرة بالميلاد لأنه عم نعيد الميلاد بصورة جديدة مع مرضانا. بزمن عيد الميلاد زمن المحبة والفرح والأمل، نظرة منا لكل مريض طيطلع بهاي الدنيا بعين تفاؤل. ترانيم منوعة، شهادات حية، أجواء ميلادية أعطت هالاحتفال طابع خاص نقلت من خلاله الفرح والحب لنفوس يأست للحظات من وجع الحياة. بلادي يا فادي الكون تكلو كثير حمالك، بهاي التكره اللون شوهوا جمالك.